يخرب بيتك يا فريال، بتحطيني ليه كده؟ طب اعمل حساب اليوم اللي انا عملته معاك امبارح. نعم نعم الله عليك، عايزه اتكلم معاك كلمتين. بعدين بعدين. وبعدين ده امتى ان شاء الله؟ لما فوق ابقى اكلمك تبقي تكلميني تقولي انت عايزه ايه. طب يا ريت بقى تفوق بسرعه علشان بلح عايز يفهم ايه اللي حصل امبارح بالظبط، نفسه يخرج. تقصدي ايه؟ يعني عيب عليك اعمل كل ده علشانك وهلل وخلي اللي ما يشتري يتفرج على بلحه وانت تعمل معايا كده؟ بقولك يا فريال، هاتي من الاخر، انا ما بحبش العوق. ولا انا وحياتك لا بحب العوج ولا الحل المايل. يعني هو ايه اللي يعني؟ هو احنا نقول تور تقول احلبوه؟ طب يا ستي اللي عايزه تحلب التور انت، ينفع تعملي انت بتعمليه ده؟ نعمل ايه بقى طالما تور في ساقيه مغمى عينيه وعمال يلف حوالين نفسه؟ نشيل من على عينيه الغمه. حاولت وحياتك حاولت، بس نعمل ايه بقى؟ الظاهر التور متعلق في الحبال الدايبه. يا بنت بنت خالي، بقول لك بنت خالي ما تفهميش. انا ماليش دعوه بنت خالك بنت عمك، انا ليا دعوه باللي بشوفه قدام عيني. يعني اعمل ايه يعني؟ ابوهم ميت، ينفع ان انا ما اقفش جنبيهم؟ ها الناس تقول عليا ايه؟ ياكلوا وشي، يقولوا عليا عيل صغير. يا لهوي، معقوله يا حبيبي يقولوا عليك كده وانا موجوده؟ فشر، ده انا كنت قطعت لسانهم. ده انا اللي حاطه حمرك اني حاطه. ايه ده؟ انا مش معديه. انت يا وليه يا اسمك سمينا؟ وما تطلعش صوتك يا ست جمالات، ما تصوت صوتك ما يصحش كده. ياما الفضايح اللي انت بتعملها لي دي. اسم الله. وبعد ما نسلم فيها فضايح؟ اوعي. انت يا سلانة. بقول لك ايه؟ خدي ابنك يلا وغوره، يا مش ناقصاكوا، ما انتيش قاعده فيها النهارده. هي هبت يا جمالات ولا ايه؟ مالك يا اختي طلعتينا زي الباجور كده ليه؟ بابور يولع فيك انت وابنك. ما يصحش كده يا ست جمالات، وات صوتك، بتشتمي لنا امي واحنا واقفين. اسم الله يا اخويا، يصح ما يصحش؟ وانت انت اللي عاملها حبيب وشغال لي كمانجات، وامك اللي عماله تسف من البنت شمال ويمين وتقول لي ما يصحش. بقول لك ايه؟ لم الدنيا بقى علشان انا هموت لك نفسي دلوقتي. اقسم بالله انا هموتك انت وهو امه. زمان بقول لك انت باين عليكي نفسك تسمعني من اختيار. بقول لك انت نسيتي سيده ولا ايه؟ لا هفكرك. خلاص خلاص يا ست جمالات، حقك عليا انا، حقك عليا، خلاص خلاص الموضوع. ليه بالدور؟ مش هلمه، هتمشي من هنا يعني، هتمشي من هنا، ما انتش قاعده فيها النهارده. اعلى مفخله تركبيه يا حلوه، انا قاعده بايجاري، بدفع لك كل شهر ايجار، اما نشوف هتعملي ايه. ماشي يا ست سيده، انا هوريكي ستك سيده. ايوه يا اما خلاص ما قلتك ست سيده، هتقولي ايه تاني؟ ماشي يا ست سيده، انا خلاص. بقول لك يا فريال خد امك وطلعيها بقى، مش هتسيب فضايع. بلاني لي عليك وعلى امك. انا طالعه لها، اقسم بالله ما هسيبها النهارده. اوعي اوعي، بلاش بهدله وقله ادب. انت ما بتسيبهم فاضي كمان؟ اوعي انا هوريك يعني. لا ابني معيشتش معاه كتير، حتى كل المرات اللي شفته فيها في حياتي تتعد. مش عارفه انا حاسه بايه بالظبط دلوقتي، حاسه زي ما يكون في حاجه جوايا نقصت مره واحده، بس انا معرفش هي ايه. عادي يا ايتم، مش عارف، انا شايف ان ده شعور طبيعي. لا بس انا عمري ما تخيلت ان انك ايه؟ مش عايزه تكملي؟ عمري ما تخيلت اني ممكن ازعل عليه او احس اني مفتقداه، بس مش عارفه ايه اللي حصل لي. اول ما سمعت الخبر حسيت اني مش انا، حسيت اني واحده تانيه. ندمت قوي، حسيت اني كان نفسي على الاقل اقعد معاه شويه اكتر لما جالي اخر مره. برضو عادي، زي ما بقولك ده شعور طبيعي جدا. هو انا وحشه؟
عايزه رايي؟ يا ريت. انت مظلومه، هي دي الحقيقه صدقيني. انت مالكيش اي ذنب في اللي حصل، مامتك وباباكي هما المسؤولين عن كل حاجه. بس انا حاسه بالذنب قوي. احساسك ده اللي يخليني اقول انك انت انسانه كويسه. تقصد ايه؟ افهم. انت مش ملاحظ ان انت بقيت بايخ شويه؟ يا سلام، بقيت بايخ عشان عايز افهم. تفهم ايه؟ ما كل حاجه واضحه قدام عينيك. البنت بتقابله عشان في شغل، ولا انت ناسي الاتفاق اللي تم بين الشركتين؟ لا ما نسيتش الاتفاق، بس المقابلات تبقى خارج الشركه. سمير، كلامك ريحته مش عجباني. تصرفاتك انت وبنتك اللي بقت تنرفز. بقول لك ايه يا حبيبي، ما دام تصرفاتي انا وبنتي بقت تنرفزك قوي كده، ايه اللي غصبك؟ كل واحد يروح لحاله. يا سلام، هي بقت كده؟ ايوه كده يا سمير. وانا ما عنديش مانع كده برضو يا حبيبي. ما كنتش متخيل ان انت تقول كده بعد العشره دي كلها. بس انا عايزه افكرك بحاجه صغنونه قد كده. الشركة حبيبي انت مالكش فيها حاجة، وانت يظهر مش واخدة بالك ان الشركة دي بعمرك. حبيبي انا ما عنديش مشكلة، بس الشركة باسمي. تظهر انك ناسية انك ماضية شيكات على بياض. بيني وبينك المحكمة، اموت انا في المحكمة. حط الرقم اللي نفسك فيه وعلى ما تحكم بقى، ما انت عارف المحاكم عمر يمين يعيش. مشكلتك يا سمسم ان انت بتنسى، احنا ملناش غير بعض، فلوسنا مع بعض وحياتنا مع بعض وكل حاجه مع بعض يا حبيبي. معلش، انا ما اقصدش، يعني انا كنت. خلاص يا حبيبي، خلاص ما تزعلش. انا حاسه ان انت متضايق ومخنوق عشان انت بقيت عرف، وايتن بنتي بقت الكل في الكل في الشركه، وهي اللي دايراها. هي على فكرة مش ذنبها، هي بنت اليومين دول عارفة البنات عايزين ايه والناس عايزين ايه، وبتنزل الحاجة اللي في السوق اللي تقش. اذا كان على ابنك ما تقلقش. طيب وسامح؟ كبري لحد ما نلم السوق في عبة جديدة دي يا مركبنا كبير. اهدى يا حبيبي، انا شايفاك متوتر كده، انت لازم تفضفض لي. فانا عايزه اقول لك على حاجه يا حبيبي، حد برضه يقول لمراته حبيبته اللي ستر وغطى عليه انت منرفزاني؟ وده بره اللي بينا يا حبيبي. أنا متشكرة قوي. ما تطلع تشرب أي حاجة؟ لا لا معلش، خليها مرة تانية. أنا بجد مش عارفة أقول لك يا مروان، متشكرة جدا على اهتمامك بيا. ما جتش من أيتن تتصل حتى تطمن أنا وصلت ولا ما وصلتش. معلش، أنا تحت أمرك في أي وقت. متشكرة، أنا إذن. بتمشي تشحتي في الشوارع؟ أنا بشتغل شغلانة كويسة على فكرة. شغلانة إيه؟ بتنزلي تلفي على القهاوي والمتروهات وتنادي على البضاعة اللي معاكي؟ بتقولي لهم إيه؟ أختك عندها السرطان وأبوكي مش لاقي ياكل؟ وليه ما تقوليش إني بحلي البضاعة اللي معايا والناس فعلا بتشتري وبكسب يا ستي؟ حرام عليكم، حرام عليكم، هتموتوني. واحدة ماشية لي على حل شعرها ولسه ما رجعتش لغاية دلوقتي، والتانية بتشحط في الشارع. أنا ما بشحطش يا كاميليا، أنا بشتغل شغلانة بحبها ومش هسيبها. ميرا فين؟ وناش عرفني. إيه اللي شعرفني؟ أمال مين اللي يعرف؟ أهي طالعة، كانت جاية مع مروان ابن جوز أمها. الله الله، كل واحدة بتطق في دماغها حاجة بتعملها. شرفتي يا هاني، أنتِ كنتِ فين يا حلوة؟ أنتِ كنتِ فين؟ في ايه يا كاميليا مالك؟ ايه اللي في ايه؟
الواد مروان ده بيوصلك ليه؟ مش جه مره قبل كده قلنا خلصنا؟ ولا هي سيره؟ بقول لك ايه؟ لو عايزه ترجعي تعيشي عند امك يلا بالسلامه، انا ما عنديش مانع. وانتي تعملي حسابك مفيش دي ظلم البيت ده، والشغلانه الزباله بتاعتك دي مش هتحصل تاني. لا يا كاميليا مش هسيبها. كملت. صوتكوا عالي ليه كده؟ اموت وافهم انا شغلانه اللي بننزل لها بهدوم ونرجع بهدوم، اصل مفيش غير شغلانه واحده. اوعي تغلطي يا كاميليا. لا يا حبيبتي انا هغلط. اهدي يا كاميليا مش كده. مش هغلط. وكل واحده في البيت ده لازم تفهم انه تحت امري انا، ومفيش دخول ولا خروج من البيت غير بامري انا. ليه ان شاء الله؟ هتربينا من اول وجديد؟ اه هربيكم من اول وجديد. يا كاميليا التفاهم مش بالشكل ده؟ مفيش تفاهم. واللي هقوله هو اللي هيمشي. والكلام ده على مين بقى ان شاء الله؟ على الكل. وانا مش موافقه. انا ما بعملش حاجه غلط. هتنفذي غصب عنك. مش هنفذ يا كاميليا. اوعي. قسما بالله العظيم لو ما اديت ايدك عليا تاني يا كاميليا ما هسيبك في حالك. تعالي انا عايزاكي. نعم. انت غلطانة يا كاميليا. العصبية مش كويسة. وبعدين بابا الله يرحمه عمره ما زعق لواحدة فينا، وعمره ما قال كلمة وحشة. لما كانت تبقى في حاجة مضايقاه كان بيقولها وهو بيضحك حتى. ما ينفعش تيجي في يوم وليلة وتغيري كل ده. يعني انت عاجبك اللي حصل؟ وبعدين دول لازم يعرفوا ان الموضوع ما بقاش سيء. المهم انا هرجع الشبكه لرامي. لا هو اللي طلع مش راجل، وهو اللي ما التزمش بكلامه معاكي، يبقى ملوش حاجه عندنا. الاصول بتقول كده. انا النهارده رميت الدبله في وشه، وانا مش عايزه اي حاجه منه. يغور هو وشبكته، ومش عايزه اي حاجه تفكرني بيه. خلاص ولا يهمك. انا كنت طول عمري بقول بتحب فيه ايه ده؟ ناشف ومقدد وغريب. عندك حق، العيب فيه مش انا. ايوه هاتي اللي فيها. حبيبتي اللي عندك ده انت مالكيش ذنب فيه، اكيد ربنا له حكمه. ايه حكمته يا كاميليا؟ ايه هي؟ انا عايزه اعرفها. انت فاهمه قد ايه انا ببقى نفسي انزل من البيت واتمشى واقعد في اي حته، بس بخاف ان الحاله تجيلي. بكره نظرة الشفقة في عيون الناس لما ببقى فوق، بكرهها. هتخفي وهتبقي زي الفل. هتخفي ايه بس؟ انت عارفة انا بقالي قد ايه بتعالج؟ بصي انا مش عايزة اشغل بالك بأي حاجة، وانا كمان احاول ان انا ما اشغلش بالي. بس عايزة اقولك على حاجة واحدة. من كلام عم جمال النهاردة أنا شايفة إن إحنا كلنا لازم نشتغل. خفي عن البنات شوية. أنت مش عارفة بكرة في إيه. مش هتقرف زهقت. قرف كله قرف. في إيه يا مروة مالك؟ زهقت. زهقت يا أميرة وخلاص ما بقتش طايقة نفسي. مش لاقي حاجة كويسة أروح بيها الشغل. كل الحاجات اللي في الدولاب زي الزفت وعرة. ونص هدومي بستلفها من صحابي. خلاص يا ستي استني لما تقبضي وهاتي اللي نفسك فيه. لا يا شيخه هما بقى يستنوني لحد ما اقبض. يا حبيبتي انا بشتغل في شركه ازياء، يعني انا واجهه للشركه دي، واللي داخل واللي خارج بيتفرجوا عليا، وانا نفسي زي ما انت شايفه. خلاص خدي من عندهم واخر الشهر اديهم فلوسهم. لا والله اخد من عندهم على الحساب ويقولوا عليا ان انا مش لاقي اكل. يا سلام. طب ما هي دي الحقيقه، ما احنا فعلا يا بنتي مش لاقيين ناكل. لا انت مش طبيعيه بجد، انت والله العظيم ما طبيعيه يا ميرا. واسكتي احسن عشان هترفعي لي ضغطي. ميرا ما تزعليش والنبي مني، انا بس متعصبه شويه، اعصابي بايظه. بقولك ايه يا ميرا، انا عايزه اسالك سؤال بس ورحمه ابوكي ما تفهميني غلط. اسالي. ايه عايشه هنا ليه؟ عاجبك ايه في الفقر؟ انت ليه دلوقتي مش مع امك الست زينب هانم؟
دي هانم، وانا واثقه ومتاكده ان هي قالت لك مليون مره حبيبتي تعالي عيشي معايا. قالت لي طبعا. اه قالت لي طبعا، بس انت عاجبك الفقر، خليكي يا حبيبتي على في الفقر. اسيبكم يعني يا مروه؟ لا يا حبيبتي خليكي منوره الحاره. عارفه يا مروه، قبل ما بابا يموت بيوم كنت بفكر اقول له ان انا همشي، مش عشان انا مش عايزه اقعد معاكوا، لا عشان اشيل من على كتفه هني شويه، بس انا لو عملت كده دلوقتي وسبتكم هبقى بجد ندله. عارفه بقى انا لو منك اقسم بالله استندل من اول يوم. تعالي عايزه اسالك على حاجه. اقعدي لي كده قولي لي بقى، الواد ابن جوز امك ايه؟ قصدك مين؟ مروان؟ اه مروان شهم ولطيف، واخد باله منك، مرضاش يخليكي تروحي لوحدك. ايه بقى؟ والله يا مروه انا ما توقعتش منه كده خالص. طب ايه يا حبيبتي؟ هو ايه اللي طب ايه؟ يعني انت مش عايزه تروحي لزينب هانم، ياخدك هو. مروه هو انت مالك مهتميه قوي بالموضوع ده كده ليه؟ يعني يا حبيبتي يعني اصل انا مش انا اختك برضو حبيبتك، يعني تروحي تتريشي وتعيشي عيشه كويسه وتشيلينا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه ده، فاكيد مش هتسيبيني لوحدي. مش انا اختك حبيبتك؟ اه يعني احنا مش من نفس الام بس من نفس الاب، وتربينا في نفس البيت، صح ولا ايه يا حبيبتي؟ لا مش صح يا مروه، تصبحي على خير. الفقريه دي المصحف، انت مو طبيعيه، يخرب بيت فقرك. واضح ان احنا معطلينك او حاجه. لا لا ابدا ما فيش عطله ولا حاجه، اتفضل ساعات. اه هو احنا ثانيه واحده اتفضل. شوف كده عادل مين اللي بيتصل، رقم غريب. ده ابو طلال. اه رد عليه رد عليه. الو ابو طلال عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. لا والله احمد بيه بس في اجتماع، يعني ممكن ساعه كده واخليه كلام حضرتك. لا البضاعه في ميعادها، في ميعادها هتوصل باذن الله ما تقلقش. لا مش هينفع بقى تحط الفلوس بقى في البنك القديم. لا 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 اصل احمد بيه قطع علاقته بالبنك القديم ويعني مش ناوي يكمل معاه، فالعشرة مليون حق البضاعه خليهم معاك، احتمال كمان ساعه كده ابعت لك رقم حساب تاني، يعني يا مسهل هنشوف لسه هنشوف. لا حبيبي تامرني ساعه واخليه يكلمك باذن الله باذن الله. سلام ابو طلال. سلام يا حبيبي. سلام. ده ابو طلال. اه ماشي. احنا كنا عايزين نودع عندكم في البنك مبلغ كبير شويه. اوكي تحت امركم. انا متاكد ان انتوا بتقدموا خدمات مصرفيه عاليه، وخصوصا ان احنا بنتعامل مع جهات كبيره في جميع دول العالم يعني. انا بس يهمني الدقه والسرعه. لا وهم اكيد احمد بيه بيسمعوا عنك طبعا. طبعا غني عن التعريف احمد بيه. شكرا. من ناحيه دي اطمن خالص، احنا عندنا افضل نظام مصرفي في مصر كلها. طب ده كويس جدا، ده حاجه تطمن قوي. لا انا متفائل احمد بيه ان البنك ده باذن الله يحوز رضا حضرتك يعني باذن الله. اه وانا كمان متفائل جدا الحقيقه. ايوه تعال لي حالا عندي دلوقتي. اشربي يا خاله خليله. كوبايه شاي يا ابني الله يرضى عليك. وعندك شاي لخاله خليله. سيدك ربنا يسامحك يا متولي، قلبي موجوع عايزه ادعي عليك بس مش هين عليا. سامحيني يا امه والله العظيم كان غصب عني كده. يا بنات تهون عليك امك كده، شفت المرمطه اللي انا فيها يا امه؟ والله العظيم انا ما كنتش عايز اركع ايد ورا وايد قدام، هي دي كل المشكله. ليه يا بنات خايفني اعايرك؟
ولا سمعت كلام يزعلك من ايام ما قلت زمان يا متولي حصل ايه؟ ياما ياما ما تقطعيش قلبي، انا بس ما كنتش عايز املك يخيب فيا، ما كنتش عايز كل ده يحصل فيك ياما. هو املي ما خابش يا ضنايا، ده انا اتفرمطت وشفت الذل. لا ياما مش هتشوفي الذل تاني. يلا يلا خليني اقوم معايا، يلا قومي على البيت، يلا يلا ياما. ايه ياما ما تقطعيش قلبي مالك؟ مش قادره يا متولي، كنت فكره لما اشوفك روحي هترد فيا وبجري زينا. مش قادره اسلم طولي. ياما ما تقطعيش قلبي، ابوس ايدك ياما، ما تخلينيش ارجع تاني ياما. ارجع فين يا ضنايا؟ انا اتمنى انك جيت، ولا عايز تمشي؟ لا يا متولي، لا يا متولي، ابوس ايدك. لا ياما لا ياما لا يا ضنايا، والله العظيم ما اسف. انت ابن عمري وصاحبي حبيبي واخويا وسندي وعزوتي يا متولي. حاضر ياما، والله ما اسف. يلا يلا شد حالك كده واسند عليا، ويلا على البيت وارمي الزباله دي ياما. اسند تاني يا متولي بعد ايه؟ يلا بقى ياما، يلا يلا والله العظيم انا نسيت كل الايام دي. يلا سيبي الزباله دي ياما وقومي. حاضر خليله، حاضر خليله. في حاجه ولا ايه؟ انت مش رخصك معاك؟ كله تمام. طبعا الفل يا فندم، احنا كله سليم وكله تمام. رخصك موجوده بس يعني هو كده في كمين كده على الصبح النشاط ده كله. انت هتعلمنا شغلانه ولا ايه؟ لا يا فندم اتفضل اتفضل يا فندم. العربيه دي بتاعتك؟ لا احنا مأجرينها، ودي رخصه العربيه. معاك عقد الايجار؟ هناك هو في المكتب، بس احنا كان عندنا مشوار انا واحمد، فيعني استعجلنا معلش. العربيه دي متبلغ عنها ان هي مسروقه. مسروقه ازاي يا باشا؟ يا باشا احنا ممكن نتصل بالمعرض وانت تتاكد بنفسك ان احنا مأجرينها منه. احنا هنشوف ده في الاسم. اسم؟ اركلي على جنب. ده ايه المعامله دي على الصبح يا باشا؟ اركلي على جنب. وانت ايه اللي خلاك تنسى اصلا الورق بتاع العربيه؟ معلش اركلي على جنب. تليفونك مقفول على طول ليه؟ تقصدي مفيش تليفون؟ البطاريه خلاص شطبت، بس ان شاء الله هجيب واحده جديده لما انزل. على فكره سمر، انا جايلك النهارده وانا مش مبسوطه كده ومقلقه. ليه؟ بابايا صحي الصبح وبيقولي سألتي على سمر ولا لا؟ قلت له لا، قال لي يبقى لازم تنزلي تروحي لها تزوريها تشوفيها عامله ايه. عمي ده شخص محترم قوي على فكره، هو كمان بيقولك لو احتجتي اي حاجه لازم تكلميه، وانا عارفه بابايا كويس ما بيهزرش. ربنا يخليك. سوس انا كمان بقولك كده، لو احتجتي اي حاجه لازم تقولي لي، انت عارفه انا بحبك قد ايه. عارفه والله. مالك بتردي على قد الكلمة ليه؟ فيكي ايه يا سمر؟ سمر انا ما بحبش اشوفك كده، وبعدين اللي انت عملتيه معايا ده خليكي حد غالي جدا عندي، وانا ما ينفعش حد يبقى غالي عندي ومتنكد بالشكل ده. اي حد مكاني كان هيعمل اكتر من كده. لا مش اي حد يعمل اللي انت عملتيه، انك تاخدي واحدة لا تعرفيها ولا تعرفك ولا عمرك شفتيها، وتفضلي مستنية معاها في المستشفى، مستنية لحد ما باباها يجي، وكمان تتبرعي لها بالدم. محدش بقى بيعمل الحاجات دي، وده خلاكي السوس. يا شيخه والله انت اللي مكبره الموضوع. انا ولا مكبره موضوع ولا حاجه. بقول لك ايه، ايه رايك كده تيجي تقعدي معايا كام يوم؟ ما ينفعش، وبعدين كاميليا مش هتوافق. ما تخافيش انا هكلمها. معلش خليها بعدين، على الاقل الحاله اللي احنا فيها دي تعدي. طب بلاش، انا عندي اقتراح تاني احلى جدا. ايه رايك السوس تدخل اوضتها وتفتح دولابها وتطلع هدوم وتيجي مع اللون للنادي؟ مش قادرة والله. ايه ده؟ لا مفيش حاجة اسمها مش قادرة، والله العظيم يا سمر لو ما قمتي دلوقتي دخلتي الأوضة ولبستي هدومك وجيتي معايا النادي أنا مش عارفة أعمل إيه، بس أكيد هعمل مشكلة. يلا قولي قولي لول، قولي لول. خلاص يا لول. قولي أوكي لول. خلاص يا لول. طيب فهمني يا عم جمال. والله يا كاميليا أنا ما أعرف أقول لك إيه، بس اللي أقدر أقوله دلوقتي إن مبلغ المكافأة اللي هتطلع للوالد الله يرحمه نتيجة شغله معانا السنين الطويلة دي بعد مؤقت، يعني هتطلع مبلغ مش كبير أوي. أي حاجة يا عم جمال، أهو لغاية لما نتصرف بس ونشوف هنعمل إيه. والله أنا ما عارف أقول لك إيه يا بنتي، بس كملي يا عم. أمسكي، خلي المبلغ ده معايا. يا نهار أسود أنت بتعمل إيه؟ اسمعي بس، والله ما يحصل أبداً. يا عم جمال ده أنا شايلك للعوزة والتقيلة. أنا متشكرة أوي. لا يا حبيبتي. يلا السلام عليكم. مع الف سلام. بقول لك ايه؟
مش دي بنت عبد العزيز الله يرحمه؟ اه. متجوزه؟ لا ارمله. طب يا اخي ما تتجوزها ينوبك فيها ثواب بدل ما انت قاعد لوحدك كده. انت اتجننت ولا عبيط ولا ايه بالظبط؟ اتجوزي دي بتقول لي يا عمي. طب وهي وبعدين يعني هي هتلاقي زيك فين؟ اقول لك ايه؟ ما تشتغلنيش، فرق السن اللي بيني وبينها كبير كبير قوي. ما تفرقش، صدقني انت فرصه بالنسبه لها، فكر بس فكر. انت لك عندي بشره كبيره قوي يا معلم بلح. مش صاحبك وصاحبه اتقفشوا وشكلهم هيشرفوا عندك هنا قريب قوي. بجد احلى بشره سمعتها في حياتي. تعرف لو كلامك ده حقيقي لك عندي حلاوه 100 100. حلاوتي يا معلم؟ ده اللحم التافه من خيرك. ها اي امر تانيه؟ لا استنى، عايز فلوس ماني. هقول لك تروح فين والمين، وهتاخد حلاوتك 100% وتجيب لي منه المبلغ اللي هقول لك عليه. كيشن تحت امرك يا معلم. روحنا في داهيه يا عم احمد، روحنا في داهيه. اسكت بقى، خلينا نفكر هنعمل ايه. تفكر ايه؟ ما هم فكروا وعملوا كل حاجه وزي ما انت شايف. عايزين نشوف المخرج من الورطه دي ازاي. دلوقتي بقت ورطه؟ ما انا قلت لك نشوف اي معرض نظيف ولا نتعامل مع اي ناس نظاف بدل الناس الزباله اللي انت جبتنا لهم ده. يعني انا كنت مش من ظهري وايديا اعمل ايه؟ رجلي ودتني المعرض ده، اتصرف ازاي انا دلوقتي؟ عايز تليفون. تليفون ازاي؟ اخدوا مننا التليفونات واحنا داخلين، انت نسيت؟ واضح ان احنا متوصى علينا على الاخر يعني. طبعا العربيه المسروقه عربية الظابط، اكيد طبعا الظابط هيخدم صاحبه فينا. هي الحفله علينا، انا عارف، انا حاسس بكده. حفله النهارده علينا يا اخي. بقى ما تقعدش بقى تندب، لازم نتصرف. اتصرف. صباح الفل يا ست الكل. ده صباح ولا مسا؟ لا 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 لا، بقى انت امك تعمل فيا كده وانا اللي فاكراكي حبيبتي؟ لا يا اختي. والله يا خالتي والله العظيم عاتبتها وقلت لها ما يصحش كده ياما، عيب. دي فضحتنا. معلش حقك عليا. لا حق ولا مستحق. لا ده انا كده اتبحترت كرامتي في الحاره، اعمل ايه يعني هاجر؟ هو احمد مش هنا يا خالتي ولا ايه؟ لا 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 خالص، ما تجيبيش ست احمد خالص. لا انا مش مطمنه. لا ده ابني الوحيد في الزيت كبدي، اجوزه ليكي ازاي وامك مش طايقاه؟ ده هو يا عيني طول الليل يا حبه عيني يقول لي يما ازاي. انا ما اقدرش اقول لك لا، بس اديكي شايفه امها مش طايقاني. معلش يا خالتي عشان خاطري. لا ده كبير اللي حصل، ده كبير قوي. لا اوعى تفتكر انك هتشتريني بهديه ولا بشال. انا مصممه والله يا خالتي، انا جايه وقلقانه موت. قلقانه من اللي امك عملته؟ لا طبعا، من كاميليا اللي عماله تلف وتدور حوالين احمد، وهو كمان طلع قاعد عندها شكله كده عايز يرجع الميه لمجاريها. يا لهوي، وانا مستغنيه عن ابني؟ انت عارفه انها كانت مخطوبه قبل جوزها ده واحد اسبوعين ومات. يا نهار اسود. اي والله ده اللي حصل. انت بتاكل رجالتها بقى يا خالتي. طب وانا اعمل ايه دلوقتي واديكي شايفه الواد احمد خيل وجميل وهي حاطه عينها عليه؟ ازاي الحق الواد منها؟ خلاص يبقى نجوزها. نجوزها؟ اه نجوزها، علشان بقى نقطع الحبال الدايبه دي من اساسها. ونجوزها مين؟ للحاج جمال، اهو طالع نازل عندهم من ساعه ما عبد العزيز مات. اه يا حبه عين امه، اتخطف، اتخطف وهو صغار. عبد العزيز يا عين الله يرحمه. اهو يلمها. بس مش كبير عليها شوية؟ كبير ده ايه يا خالتي؟ ويعني هي هتتجوز يعني علشان الجواز؟ اهو حد يلمها وخلاص. وما تزعليش مني، اهي ارملة. صدقي يا بنت فكرة. اي والله. خلاص انا هفتحه من بكرة. ايدي على كتفك. لا وانتي كمان عليكي الباقي. لا ما خلاص، ابوهم مات وانا عمتها، كلمتي سيف على رقبتها. ماشي يا عسل. ماشي تتهني بيهم. الله يخليكي. بقول لك ايه، مش كل مره تيجي شايله وجايبه، انا بتحرج والله. سلام عليكم. وعليكم السلام. يا حلاوتي يا حلاوتي يا جمالي، حتى لو اسود
اسود ابيض جميل. اسمعي بقى اللي بقول لك عليه. مامي انا عايزه افهم. عايزه تفهمي ايه؟ بقول لك طالما الراجل معاه فلوس طز في اي حاجه بعد كده. اوكي بس انا مش شايفه اني محتاجه اتجوزه. مش شايفه يعني اني واقعه لدرجه اني هترمي تحت رجلي اول ما يقول لي يلا نتجوز. طب اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه عشان ده مهم جدا. اوكي اتفضلي قولي. سمير متضايق ومش مبسوط. ما كانش فاكر ان انت هتقدري تسيطري على الشركه وتبقي الكل في الكل فيها. يعني ايه؟ يعني كل اللي في دماغه دلوقتي ازاي يمكن مروان ويركنك انت على الرف. هو في ايه يا ماما؟ انا طول الوقت محتاجه افهم. هتفهمي ايه تاني؟ افهم طبيعه العلاقه بينك وبين انكل سمير. علاقتكم غريبه جدا، مش علاقه اتنين متجوزين عادي. انا حتى ساعات بحس ان هو مش طايقني بس مش عارف يعمل ايه لانه خايف منك. وانت كمان بحس كتير قوي انك قلقانه مني. ليه؟ كان كل واحد فيكم مش مطمن للتاني. ما اخبيش عليكي، انا مش مطمنه وخصوصا الايام دي. خلاص بفهميه بقى الموضوع كله من اوله عشان اعرف افكر واعرف اخد قرار مظبوط. سامح هو اللي بقيلك، وانا عارفه بنتي حبيبتي هتحط خاتم جوه صباح. اوكي بس افهم كل حاجه الاول. هتفهمي كل حاجه في وقتها. سامح اوعى تقولي انك لسه نايم. لا لا خالص مفيش حاجه، انا بس عايزه اشكرك على امبارح. بجد انبسطت قوي لما شفتك امبارح، حسيت ان ليا صديق وليا حد في الدنيا اقدر اعتمد عليه.